ال red blood ليها اسم أخر إرثروسايس هي أنيوكليتد سيلز خلايا بدون نواة ات هاز central pallor أي red blood زي ما احنا شايفينها ليها جزء في النص اسمه السنترال central جزء شاحب أبيض سنتر central الطبيعي إن هو ثلث الدايمتر diameter of the red blood cells red الطبيعية بنقول عليها نورموسيتيك طبيعية الحجم ونورموكروميك طبيعية اللون الخلايا اللي أنا مشاور عليها في السهم ديت في الصورة نورموسيتيك نورموكروميك من خلال البريفربل بلس ومن خلال الجهاز بتاعنا اللي بيعمل لنا السي بي سي نقدر نعرف ان نور نورموسيتيك عن طريق مقياس اسمه ام ونقدر نعرف ان نور نورموكروماك عن طريق مقياس اسمه ام سي اتش